أهنئ الأمة الإسلامية جمعاء ومحبي أمير المؤمنين وأهل البيت بذكرى عيد الغدير الأغر، هذه المناسبة العظيمة التي تعتبر عيد الأكبر للمسلمين. نهنئ مراجعنا العظام، نهنئ قادتنا الكرام، نهنئ شيعة أمير المؤمنين كافة والمسلمين كافة، نهنئ الشعب العراقي بولاية علي بن أبي طالب، وهي عيد لكل العراقيين إن شاء الله. نهنئ بعيد الغدير، هو أكبر عيد للشعب العراقي. نهنئ التهنئة بمناسبة عيد الغدير للشعب العراقي وإلى المراجع الكرام وإلى كافة العراقيين، تهنئة خاصة لهم. نهنئ العالم الإسلامي كافة والمسلمين كافة وجميع العراقيين، ونعتبره يوم للوحدة، لأنه الإمام علي هو للجميع وليس لطائفة واحدة. أقدم تهنئة عظيمة لجميع الأمة الإسلامية بالطبع، بخاصة إحنا جماعة أهل البيت، محبية أهل البيت، على عيد الغدير. هو عيد الغدير من أفضل الأعياد طبعا، هي تثبت مكانة علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. بمناسبة يوم الغدير نهني العالم الإسلامي جميعا والشعب العراقي العظيم أن يوحد صفوف العراق جميعا، ولكم الشكر. حياكم الله. التاريخ نبع فياض بدروسه وعبره، ومن أعظم وأجل وأجمل دروس التاريخ الإسلامي ما حدث في 18 من ذي الحجة، وهو ما نعرفه بعيد الغدير الأغر، عيد الله الأكبر، عيد المسلمين، وهو يوم فرحة المؤمنين الموالين والمحبين لعلي عليه السلام، ويوم تجديد البيعة والثبات على النهج الشريف والسير على الدرب، ويوم الاقتداء بسيرة علي عليه السلام ومن سار على نهجه الشريف. إن يوم الغدير مناسبة لاستلهام قيم المحبة والتسامح والتكافل والاقتداء بنهج أمير المؤمنين في شجاعته وحكمته وعزيمته في بناء الدولة العادلة والمجتمع الكريم وتحصين أبنائه بمكارم الأخلاق والقيم الأصيلة. فكل عام وأنتم بخير، جعلنا الله وإياكم على السائرين على نهجه الشريف. أهلا بكم. محور الحديث في هذا الملف راح يكون مع الباحث الإسلامي سماحة الشيخ نور الساعدي. حياك الله، كل عام وأنت بألف خير. كل عام وأنتم بألف خير ومن الثابتين إن شاء الله على ولاية أمير المؤمنين إن شاء الله. سماحة الشيخ، بداية دعنا نسأل عن مفهوم الولاية، هل هو غائب عن بعض المسلمين حتى هذه اللحظة، يعني مع وجود الأدلة والبراهين والحقائق الإسلامية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. تحية لكم ولكادر قناة الأيام وللمشاهدين الأفاضل. حياك الله. مفهوم الولاية مفهوم قرآني، وذكر في القرآن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. لذلك كمفهوم هو معنى قرآني وموجود في ضمير الأمة، نعم، ويتداوله المفسرون دائما. لكن أن يكون هنالك ولاية مرتبطة بالعقيدة، وأن هذه الولاية تكون جزء من إيمان الإنسان وسبب من أسباب نجاحه وفلاحه في الدنيا وفي الآخرة، هو هذا الذي حاولت الحكومات التي جاءت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغييبه أو محاولة توهين هذا المفهوم. يعني مثلا كل المسلمين يتفقون على
رواية الغدير باتفاق المسلمين هي موجودة عند الفريقين أن النبي فعل كذا في حادثة الغدير. جي. رفع يد أمير المؤمنين وقال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا متفق عليه. أين المشكلة؟ المشكلة في اللهم والي من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذ المرخبه. يعني كحادثة هم متفقين عليها، كحادثة متفق عليها ولا يستطيع إنكارها أي مسلم. زين. فضلا عن غيرهم أن هي موجودة في تراث المسلمين. نعم. لكن المشكلة أنه البعض يأتي إلى تفسير الولاية على أنها المحبة، أنه أنا من يحبني فليحب عليا، وهذا حقيقة من المعاني الساذجة، أنا تجوزا يجوز أقول، لكن هذا معنى ساذج. كيف؟ لأن النبي يتصرف وفق مقدمات الحكمة. النبي إحنا اليوم عندنا من نريد نجي نقرأ رواية عن الإمام المعصوم نقول أن مقدمات الحكمة تقول أنه كان جادا ويعلم، وفي موضع البيان أنه ما أراده يقوله وما لم يرده لم يقله. النبي في موضع الحكمة وفي موضع المقال يجب أن يبين للناس في الوقت النهائي للبعثة، يعني القضية منتهية. نعم. وهذه حجة وداع، إتمام النعمة بالولاية، وكانت حجة وداع. ترتيب نزول الآيات مهم جدا، يعني حتى المسلمين جميعا يقرون ترتيب النزول، أسباب النزول، يقولون من ضمن دراسات القرآنية أسباب النزول. نزل في مكة عندما أراد النبي الخروج. نعم. يا أيها الرسول، يجون العلماء بالتفسير يقولون الله ما قال يا أيها النبي، قال يا أيها الرسول، يعني أكو رسالة بالموضوع. الآية تتحدث عن رسالة يجب أن تصل، بلغ، ويقولون ما قال أبلغ، لأن بلغ فعل أمر، بلغ ما أنزل إليك من ربك. في رواية النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعلي بن أبي طالب يا علي لو لم أبلغ فيك بالولاية لحبط عملي، يعني الآية ماذا تقول؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. الدين كله كان يحتوي على هذا التبليغ، لأنه هو هذا التبليغ. سمعت الشيخ البعض يقول لك، البعض أنا أتحدث يقول لك إحنا عندنا قرآن وعندنا سنة نبوية، ما فائدة الولاية؟ ليش لازم علي بن أبي طالب سلام الله عليه يجب أن يكون ولي على المرأة؟ لأن ماكو معلم يطلع من صف إذا ما يخلي مراقب، لأن ماكو مدير في مكان يخرج من مكان دون أن، يعني القضية فطرية وجدانية عقلية من كل، يعني أنا اليوم أي مكان أتركه، هذا هسه عندي قناة بها مدير، مستحيل أن يترك الأمر على عواهنه، مستحيل يوم مدير التصوير يعوف هاي الحلقة بدون ما يوقف، ماكو شيء اسمه أنا أعوف عائلتي بدون ما أوصي، حتى بدون مع وجود القرآن الكريم والسنة النبوية. مو إحنا اليوم، وإحنا اليوم مشكلتنا مرات نتعامل أنه السنة في قبال القرآن، ومرات نقول لا، القرآن الكريم إجمالي، سنة تفصيلية، ومرة شنقول؟ نقول لا، القرآن أعطى كليات والسنة تعطى التفاصيل. مثل ما اليوم أقم الصلاة، من نجي لأقم الصلاة كإجمال بالقرآن وين نلقى تفاصيل الركع والقراءة؟ نلقاها وين؟ بالسنة النبوية. صحيح. يقولون هم ما فائدة الولاية؟ طبعا لو تمسك المسلمون بالولاية ما اختلفنا، هذا الاختلاف هو أصلا إثبات عدم التمسك بالولاية هو ما وصلنا إليه. وهذا يؤسس لي سؤال، لماذا بعض المسلمين يعني يتحسسون من موضوع ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام؟ أجاب عنها واحد من المشايخ، يعني ظهر بقناة تلفزيونية، ربما هي ما أدري بعد فلتة، قال اعترافنا بعيد الغدير يعني اعترافنا ببطلان خلافة الأول والثاني والثالث، يعني أنا مجرد أن أعترف بالغدير وبحادثة الغدير على أنها تنصيب لأمير المؤمنين. نعم. خوب لعدان شلون أقبل الأول والثاني والثالث؟ طيب. فواضح جدا. تعزيز وحدة المسلمين والتفاهم، هل ساهمت واقعة الغدير بهذا الموضوع سمحت الشيخ؟ يعني اليوم احنا نسمع للأسف الشديد بعض الأصوات أنه تعتبر إقرار عيد الغدير وحادثة الغدير هي قضية طائفية، وأنا أقول يعني هؤلاء يعني إما سذج أو يتغابون أجلكم الله. يعني أنا اليوم عندي رواية باتفاق المسلمين، باتفاق الطرفين، وعندي رواية قال فيها
الحاكم الأول والثاني بخن بخن لك يا علي. صحيح. لقد أصبحت مولاي ومولى كل تقي. وين الطائفية بالموضوع؟ يعني وين الموضوع الطائفي؟ أنا أقول شيء كان بوجود النبي وكل الصحابة الحجاج، حجاج بيت الله الحرام في مفترق الطرق، ويقول النبي لهم جميعا. اللي أنا طبعا احنا حسب تاريخ المذاهب لحد الآن ماكو مذاهب، مو نعم حد الآن بهاي الحادثة ماكو مذاهب. النبي يوجه خطابه لكل من شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن هذا ولي الله. وين الطائفية بالموضوع؟ إذن هو التمسك بحديث الغدير وحادثة الغدير هو ما يعيد الأمة إلى وحدتها أصلا. زين ليش ابتعدوا عنه؟ يعني هسه شوفهم مبتعدين. لا مو بس مبتعدين، هسه أنت لا تؤمن بحادثة الغدير، هاي مشكلتك. ليش يحاول إسقاطها؟ يعني إذا قلت اللهم اشهد أني بايعت عليه، يقول لك ما يجوز تبايع شخص ميت، والكثير من التسقيط والإسقاطات. ليه سمحت الشيخ؟ يعني أنا أعتبر بعض الأشياء أسس لها الأمويون والعباسيون. لماذا؟ لأن بعد قضية الإمام علي سلام الله عليه واستلام معاوية وما حدث مع الإمام الحسن، هنا أصبحت مشكلة بإضفاء الشرعية. يعني إحنا هسه اليوم كل المشكلة بالحكومات، هسه حكومتنا مثلا أو أي حكومة تحتاج شرعية. يعني لا تستطيع الحديث مع الناس إلا بغطاء أنها جاءت بطريقة شرعية، ولهذا نجري انتخابات. صحيح. ومجرد الطعن بالانتخابات طعن وين؟ بشرعية من صحيح. سيقود. وعليه الحكومة الأموية المتمثلة مثلا ببدايتها بمعاوية بن أبي سفيان كان يحتاج شرعية. مجرد نهوض رواية وحديث الغدير بوجود أهل البيت يضرب شرعيته. ولذلك نشوف مثلا بمرور الأيام هم بني أمية يقولون الولاية الحكومة الخلافة في قريش، وإحنا من قريش أصلا، إحنا سادات قريش. وعليه إحنا الملائمون الشرعيون لقيادة الأمة الإسلامية، ونحن من يحتضن سيرة وتاريخ الرسول. بس أكمل لك هاي النقطة. من إجوا العباسيين عزفوا على نفس الوتر، الرضا من آل محمد. صحيح. هم يحتاجون نفس الآلية. وعليه من إجا هارون اللا رشيد وقف على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا ابن العم، سحب الشرعية من الإمام موسى بن جعفر، قال السلام عليك يا أبتا، من هذا المكان مفصلي. وعليه كل ما يحمله الغدير هو عدم يعني الخوف من سحب الشرعية من الجميع. واليوم كل واحد يعادي لأن هو عنده في داخله انعكاس طائفي أن مجرد القبول بهذا سحب كل التاريخ والتراث اللي هو ينتمي له. ما هو حقيقة يعني لماذا هذا التحسس؟ لماذا هذا التحسس من علي بن أبي طالب؟ لا هو اليوم أصعب شيء أن يقبل الإنسان الحقيقة. هو من اللي يقدر يتقبل الحقيقة بدون إضافات وبدون رتوش؟ هذا إلا القلب النقي الذي نعتقد أنه موجود في بين كل المسلمين. يعني إحنا ما نعتقد أن مجرد أن يكون سني معنى أن ينكر، لا مستحيل. والدليل اليوم عندنا ملايين المسلمين يقول لك أنا ما عندي مشكلة بحادثة الغدير، أبدا ما عندي أي مشكلة. طيب. لأن أنا عندي شيوخ يفسروها بطريقة هي اللي تخليها يعني بعيدة عن مصابها الحقيقة. زين أريد أسأل حضرتك، يعني لربما أول دولة عراقية، أول دولة في العالم تقر عيد الغدير الأغر هي العراق، هي الدولة العراقية. يعني هذا هل يعزز من معرفة الولاية، من نشر الولاية، من معرفة هذا اليوم؟ يعني اليوم نحن ننعم بعطلة رسمية، إلى أي مدى يمكن أن يساهم في فهم هذه الواقع؟ طبعا أولا نحن المكان الذي دفن فيه علي بن أبي طالب، يعني إحنا ما نتحدث عن مكان يعني في أقصى الأرض، لا إحنا نتحدث عن مكان دفن فيه علي بن أبي طالب بعد، واتخذه عاصمة لحكمه. وعيد الولاية، وفي كلمة عيد بالمفهوم العالمي هي لتثبيت قضية معينة والاحتفال بها. ولذلك القرآن شو يقول؟ اللهم انزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا. يعني مائدة مع الأكل عيد هي، لأنه القرآن يقول هذا الشيء يثبت. نجي نشوف اليوم عندنا عيد المعلم، وعندنا عيد الأم، وعندنا عيد الطبيعة،
وعدنا عيد الشجرة وعدنا عيد عمال أعياء. شنو كلمة عيد تضاف للشجرة؟ أنه في هذا اليوم يتم التركيز على هذا الموضوع. إزاي؟ أنه أنا اليوم هذا اليوم أحتفي به بهذا الموضوع كشنو؟ كشخص كخل يعني. ولهذا إحنا عندنا أعياد متعددة. هذه الأعياد اللي صنعناها إحنا زين، كيف بالأعياد التي يريدها الله؟ يعني الله سبحانه وتعالى يقول هذا اليوم تحتفلون به لذكرى هذا. بعد هذا وحده. جائزة الثانية إنه الأعياد عادة تعطى كجائزة. يعني أنا اليوم أكمل منهج، ولهذا عندنا بالروايات شو يقول أمير المؤمنين؟ كل يوم لا يعصى الله فيه هو شنو؟ صحيح. عيد جائزة. وعليه نكمل شهر الصيام، شو يصير عندنا؟ عيد هدية، يروحون للحج يصير عيد. هذا الأسبوع من يكمل الإنسان يكمله بدون معاصي عند يوم الجمعة عيد، يغتسل يزور الناس. صحيح. بس هذا هذا اللي نتحدث عيد الأعياد ذني كلها. اي بس اكو فريق من المسلمين يقول لك ليش عيد الغدير هو عيد الله الأكبر؟ أحا هو هذا، هو هذا السؤال المهم جدا اللي احنا اليوم من نقولهم يا بتعال كل الأعياد تتعامل مع جزئية، لكن هذا يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هل هناك يوم أعظم من إكمال الدين وإتمام النعمة؟ دين يكتمل والنعمة تتم، طبعا يكون هذا أهم من كل الأعياد الباقية، ويكون عيد الله الأكبر، لأنه وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يعني هذا يكون هو عنوان تبليغ رسالة النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع لعطلة عيد الغدير، تتوقع أنها ستسهم في وحدة المسلمين في العراق؟ أنا أرى أنه العطلة ساهمت منذ هذه السنة، بأنه اليوم إحنا من يفرح الإنسان أنه هو اليوم عنده عطلة، هذا معناه إدخال السرور. قال السرور لماذا؟ لبيعة أمير المؤمنين. بعد ساهمت ولأول مرة باعتبار الجميع اليوم في عطلة بتواجد الملايين في النجف الأشرف، الملايين في النجف الأشرف لتجديد البيعة لأمير المؤمنين سلام الله عليه. بيجي واحد يقول ما يصير البيعة للميت؟ أنت اليوم من تبايع إنسان، البيعة شنو؟ شنو البيعة بالتعريف اللغوي؟ عقد على الطاعة. هسه خلينا ندخل للمعنى اللغوي. اي مو يقول لك هو يعني سلام الله عليه، يقول لك هو ميت، شلون انت تنطي بيعه لل... وهاي طبعا تسمعها كثيرا. طبعا طبعا هذا الموضوع انا يعني ما ادري اقول، بعض الناس خصوصا اللي يعلم امير المؤمنين مات في سبيل الله لو لا؟ طبعا اكو مسلم يشك ان امير المؤمنين مات في غير سبيل الله؟ لا. هذا بعد على الاقل عند الباقيين واحد من الخلفاء، أما نحن فنقول أن أمير المؤمنين منذ أن شم أول نفس في الدنيا إلى آخر نفس هو في سبيل الله سبحانه وتعالى. الله يقول في القرآن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم. يجي واحد شي يقول عند ربهم، مو هنا هاي بالبقرة يقولون يا أبا هاي عند ربهم، أنت مو عند ربهم، وأنت جاي تحكينا. أقول له نعم، أنت لم تقرأ قوله تعالى في سورة آل عمران الذي يقول ولا تقولوا، لما عندنا القرآن يقول وما يلفظ من قول لديه رقيب. صحيح. عتيد. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مو عند الله هسه وين وصار واضح؟ أحياء ولكن أنت ما تشعر به. قال أحياء، إذن أنا شلون يجي واحد يقول لي أمير المؤمنين أنت والله أحياء؟ الله يقول هذا قتل في سبيل الله بل أحياء. إحنا ما نشعر، أنت ما تشعر البعيد، أنت اليوم ما تريد تقول. إحنا عندنا بأدبياتنا أرى أنك تسمع كلامي وترد سلامي من أسلم على الإمام. أنا بأدبياتي الإمام من وصل إلى درجة من النقاء ممكن أن يسمع، لأن هؤلاء أحياء ولكن لا تشعر. زين سؤالي لحضرتك سماحة الشيخ، اليوم أنا عندما أجدد البيعة لأمير المؤمنين شنو الشروط اللي تكون مفروض متوفرة بي حتى أكون على درجة من النقاء لتجديد هذه البيعة؟ طبعا اليوم أنا أتذكر فلت حادثة صارت بالمأمون. نعم. من إجا جاب الإمام الرضا سلام الله عليه أن يصير ولي عهد،
فطلب البيعة من الناس. زين. دخلت الناس تبايع إلى أن خلصوا. الإمام ابتسم، التفت للمأمون، ماذا يا ابن رسول الله؟ قال له كل الناس بايعونا على فض البيعة. قال له شلون؟ إلا واحد. قال له شلون؟ قال له لأنه قضية البيعة بالأصابع أن يكون الإبهام على الإبهام. أنا هسه اللي يخلي إيده بإيد واحد باليمين يصير الإبهام ويصير قبضة. يقول له هاي البيعة اللي يبايعها الإنسان على عدم فض البيعة، اللي بايعونه مصافحة وهذا فض البيعة. انتبه هو أنه يعيد كل الناس يرجعهم. اليوم أنا من أبايع أمير المؤمنين سلام الله عليه، واللي هي شو يقولون عقد على الطاعة. صحيح. أنا أتفق على أن أكون مطيع لما جاء به الله سبحانه وتعالى والنبي وما جاء به أهل البيت سلام الله عليهم بولاية أمير المؤمنين، وعليه يجوز أنا ما أستحق. أنا هسه اليوم أعلن وشيعي وأقول، ويجوز غيري لا، ممكن أنه يكون صادق ونقي ونظيف. صحيح هو يقول ما مجرد المحاولة، مجرد المحاولة أنه أنت تكون شخص نقي وجيد، هذه تؤجر عليها سماحة الشيخ؟ طبعا أمام الله سبحانه وتعالى الإنسان خلق لهدف، خلق الإنسان لأن يكون إنسان صالح مؤمن يساعد غيره يؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذه الجزئيات تتجمع لتكون النتيجة النهائية. إحنا اليوم من نأخذ نتيجة بالمدرسة نجمع درجات، خصوصا بالجامعات شو تصير الدرجة نص، بعض الدكاترة يطي ربع درجة، نقول له شنو دكتور شنو المشكلة شنو، يقول نعم تجمع بالأخير. وعليه أنا اليوم ممكن أن أتعامل مع الله بجمع الدرجات. نعم أكو قضايا مفصلية، هو أنت أصلا طالب بالمدرسة الدنيوية، لو أنت جاي إلى الدنيا لا تؤمن بأن هناك شيء ما بعدها. يعني اليوم يجي إنسان ملحد يقول أنا ما لن يميتنا إلا الدهر، ما عدنا، هذا أصلا مو طالب بالمدرسة الحياتية، ما دخل المدرسة يعني ما استخدم عقله. هذا ممكن أن يكون إلى طريقة أخرى مع الله. لكن اليوم يجي إنسان يقول أنا أؤمن بالله وأؤمن بوجود خالق وأعرف أن فلسفة الحياة لا يمكن أن تصل إلى الموت وتنتهي، لأن هاي فرصة مو حقيقية. أتي على مفهوم الفلسفة، هل من الممكن أن الله سبحانه وتعالى يتقبل صلاة وصيام دون إتمام النعمة، دون نعمة الولاية؟ يعني اليوم أنا أسوي كل الأعمال الصالحة لكن أنا ما أؤمن ببيعة الغدير ولا بالولاية ولا بما قاله رسول الله في ذلك اليوم، أكو فايدة؟ هذا يناقشون العلماء من باب يسموه نظرية القطع، أو إحنا بحث نسميه القطع. يعني أنا اليوم أجزم بأن ما وصلت إليه ببحث الحقيقة هذا اللي وصلت لأنه مثلا أنا ما أؤمن، هذا يقولون عند الله ممكن أن يحاسب على القطع الذي وصل إليه، رغم أنه ممكن أن تكون المقدمات خطأ. يعني أنا مثلا مقدماتي بالقطع خطأ، اعتمدت مثلا على روايات مو صحيحة، هذا يحاسب على المقدمات اللي وصلته إلى ومرة يجي واحد لا منكر متجاحد، أنا أصلا لا بحثت ولا قريت ولا طلعت ولا بذلت جهد، طبعا هذا يحاسب. أنت شنو تنكر شيء جحودا؟ مو جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم؟ الله يقول سبحانه وتعالى بالقرآن يعني هو يجحد الشيء، ينكر وجوده بلا دليل. الجحود يقولون إنكار الشيء بلا دليل، هذا جحد به. بس واحد لا، أنا أمام الله باحث عن الحقيقة، قرأت حاولت أن أطلع تجردت عن آراء بعض المتطرفين، لكن ما توصلت، أنا ما توصلت إلى شيء مثلا، هذا ممكن أن يكون أمام الله سبحانه وتعالى معذور لأنه النتائج اللي وصلها كبحث. أما يجي واحد جاحد ويقول لا والله أنا أقول من كنت مولاه، يعني اللي يحبني يحب علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وأنا ذاك اليوم قرأت فرد قصة واحد مسويها لطيفة، يقول اكو واحد قائد طائرة كونكورد من هاي الطائرات العملاقة تشيل أكثر من 700، سوى نزول اضطراري بالصحراء، قالوا ما احنا عندنا هبوط اضطراري، يابا شنو السبب؟ عدفت قضية معينة، نزل الناس على الرمل حارة وشمس وينتظرون مش رأب الأعناق هذا على المدرج، طلع المساعد ماله قال لهم أنا والله حبيت أقول لكم أنا أحب المساعد مالي هذا اللي أنا أقود الطائرة وهذا قاعد يمي، فأرد أعبر لكم عن إنه أنا أحبه، هذا مقبول؟ أنا هسه أعرض هاي هسه على الناس كلها؟ ما ممكن. هذا هسه يعني مثلا أنا أتقبله من إنسان؟ لا طبعا. زين أنا شلون أتقبله من النبي؟
شلون اتقبل من النبي يطلع الغدير خوم ينادي اللي سبق ويستعجل اللاحق في توقيت ومكان حساس في مفترق طرق، منا يطلعون لليمن ومنا يروحون للعراق ومنا يرجعون للمدينه. زين، حتى اقولهم والله انا احب ابن عمي علي بن ابي طالب، يقبلها عقل مثلا هاي؟ زين، ما يعني هسه بعض المسلمين يسالوك يقول لك ليش رسول الله رفع يد الامام عليه السلام حتى بان بياض ابطه؟ يعني شنو هذه؟ هي مو مصافحه ونقول مثلا بيع، شنو كانت هذه الحركه لرفع ايد الامير؟ النبي كان من ضمن سياسته اللي يجي يقرا الروايات دائما ياكد على بيت الزهراء، دائما كان عندما يذهب الى المسجد يطرق باب الزهراء سلام الله، من يرجع يقولون يطرق، ومن يروح يمر مثلا طالع في قضيه يقول هؤلاء اهل بيتي، هؤلاء يعني يا علي، يجي الامير المؤمنين يقول له يا علي انت وشيعتك هم المستضعفون. ليش هذا التاكيد سماحة؟ هذا التاكيد هو لغرض ان يكون الموضوع مقبول تماما، انه انا اليوم اعيده. هسه احنا اليوم عندنا بالشاشه عندنا قضيه نريد ناكدها على المجتمع، ترشيد الاستهلاك مثلا، نعيدها الصبح والظهر والعصر وبالليل حتى تصير ثقافه عند الناس. صحيح، من هاي سياسه نبويه، النبي كان يثقف الجمهور كله الاسلامي على بيت الزهراء سلام الله، ويجون بأول يوم ما مدفون هو يهجمون على بيته. فقصدي هذا، شوف هذا هاي الآلية اللي النبي متخذها هي آلية قرآنية، لأن القرآن شو يقول؟ ذكر إنما أنت مذكر لس عليهم، أو في آية أخرى شو يقول؟ ذكر لعل الذكرى تنفع المؤمنين، ذكر. طيب، إلى أي مدى باعتبارك أنت باحث إسلامي سماحة الشيخ، إلى أي مدى كانت أكو غيرة من الإمام علي عليه السلام؟ طبعاً شوف أكو كلمة للشافعي، الشافعي واحد من المذاهب، كلمة لطيفة جداً يعني، وأنا أقول مرات لو الكلام اللي يقوله الشافعي يقولونه الشيعة كان اتهموهم بالغلو. يعني الشافعي يعني من غيرهم، وشوف شو يقول، شوف شو يقول الشافعي، يقول ماذا أقول في رجل أخفى محبيه فضائله خوفا، ما يحجون يخافون، عندما احنا ضالين مئات السنين خاف نقول يا علي لا يأخذوننا البعثين عدمنا، وأخفى أعداؤه فضائله حسدا. نعم، صار واضح، يقول دول يخافون ضمهم ودول يخافون حسده، وما بقي ملأ ما بين الخافقين، هي الناس كلها ضامه، هو يعني خالص الدنيا هو الحسنين سلام الله عليه. سلام الله تعالى عليه. الشافعي يوصل مرحلة يقول يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، كفاكم من عظيم الفضل أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. يقول هسه احنا لو نقولها احنا شاكم وكان يتهمونه كثير، يقول لا صلاة مع العلم. نعم، فقهية، هو يحكي فقه، أنا ما أدري أخذت وقت. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا جزيلا الباحث الإسلامي الشيخ نور الساعدي، حياكم الله. أيوة، نسأل الله لكم عيدا سعيدا، الثبات على الولاية إن شاء الله. شكرا جزيلا لكل ما تفضلت به. الآن ننتقل إلى أبرز ما جاء في منصة إكس حول عيد الغدير الأغر، والذي تصدر المنصة منذ بداية الأسبوع الحالي بآلاف التغريدات.
جديد أهلا بكم. يعتبر العراق واحد من أعرق دول العالم بفضل تاريخه العريق والذي يمتد لآلاف السنين، وتعد أقسام التراث والآثار في الجامعات العراقية من المؤسسات الأكاديمية المهمة والتي تسهم في الحفاظ على هذا التراث الثقافي الغني من خلال البحث العلمي والتنقيب والحفاظ على الآثار. لكن في الآونة الأخيرة أثارت بعض القرارات المتعلقة بإلغاء أو تقليص هذه الأقسام أثارت الكثير من الجدل والمخاوف بشأن تأثيرها على التراث الثقافي والتاريخي للبلاد. الزميل شيبان سامي أعد لنا هذا التقرير بهذا الموضوع لنتابع. لا يخفى على الجميع أهمية دور السياحة الأثرية في تحقيق الاقتصادية والثقافية والتعرف على حضارات بلدان العالم، لكن ما نراه اليوم يعكس صورة سلبية للحضارة العراقية بعد أن قامت أغلب الجامعات بإلغاء أقسام الآثار في أعرق بلد حضاريا في العالم. بعض الجامعات والكليات كانت قد يعني ألغت أو ربما قلصت القبول في قسم التاريخ في هذه الجامعات والكليات، وهذا يمثل إحباط كبير لمشروع التحضير حضارة وادي رافد الدين التي تمتد إلى أكثر من 7000 سنة، ويمثل أيضا إخفاق لعملية الترويج إلى هذا التاريخ وإلى هذه الحضارة، وأيضا محاولة خليني أسميها بين هلالين طمس يعني معلومات عن الحضارة العراقية وعن إنارة مشروع السياحة في استعراض الجانب التاريخي. يبلغ عدد المواقع الأثرية في العراق أكثر من 150 ألف موقع تضم آثارا تعود إلى حقب زمنية مختلفة التي يحتاج الزائرون التعرف بها، إلا أن خريجي كليات الآثار أصبح يمتهنون غير مهنتهم بسبب غياب فرص التعيين بعد سنوات من الدراسة العلمية والعملية. نحتاج إلى ثقافة، نحتاج إلى نشر أكبر، نحتاج إلى أن نستغل خريجين السياحة بهذا الجانب، وأيضا الحديث عن الأماكن السياحية والأماكن الأخرى التي من الممكن أن تثقف السياحة بالعراق، وهذا الموضوع سيدخل مردودات إيجابية ومالية كبيرة على البلد. السياحة هي ممكن نفط دائم كما يتحدث البعض. اليوم بدنا نشوف شريحة الطلاب المتخرجين من كليات السياحة والفندقة كلش يعني كمية كبيرة وكلش أعداد كبيرة، دي يشتغلون أعمال غير يعني الوظائف اللي هي لازم يشتغلون بيها، لأنهم اختصاصهم لازم يكون مرشد سياحي أو مثلا يعرف السائح على المعالم الأثرية، وإحنا أصلا بلد مليء بالحضارات، مليء بالتراث، بالأماكن الأثرية. السائح لما يجي قاصد المكان اللي هو يريد يتعرف عليه يحتاج يكون مرشد سياحي. اليوم نشوف ماكو اهتمام من قبل الجهات المعنية. تراجع عدد الطلاب الراغبين بالدراسة في قسم الآثار بسبب غياب فرص التعيين، ناهيك عن إهمال الحكومات المتعاقبة للاهتمام بمجال السياحة الأثرية. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور الحديث في هذا الملف راح نتحدث به مع المتحدثة باسم وزارة الثقافة الأستاذ أحمد العلياوي، وحياك الله وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا لكم، الخير أهلاً والعافية وكل عام. الله يسلمكم. بداية، ما هي الأسباب التي دفعت التفكير بإلغاء أو تقليص أقسام التراث والآثار في الجامعات العراقية؟ شكرا جزيلا على الاستضافة، وهذا من الموضوعات التي ترتبط بين عدد من الوزارات. نحن نتحدث عن دراسة الآثار في العراق، وهناك شبه يعني عزوف عن هذه الدراسة بسبب عدم وجود فرص للخريجين في العمل. يعني سوق العمل يفرض يوما بعد يوم مجموعة من التخصصات التي تتسع دائرة تقديم الطلبة لها، التخصصات الطبية وما شابه. تلاحظون يعني اهتمام الطلبة بهذا النوع من التخصصات لوجود فرص للتعيين، وللأسف أن التخصصات العلمية ارتبطت لدينا بشكل مباشر بما بعد التخرج. يعني اليوم الطالب يبحث عن التعيين فيضع الكليات التي يمكن أن توصله إلى التعيين في مقدمة ترشيحه للجامعة. ما نلحظه في موضوع الدراسات التي تخص الآثار هو تراجع الاهتمام على مستوى الوزارات المعنية، ونحن لا نتحدث عن وزارة الثقافة في هذا الملف بقدر ما
نشير إلى وزارة التخطيط بوصفها الوزارة الأولى التي تضع الوصف الوظيفي لخريجي كلية الآثار، ومن ثم توفر فرص التعيين بالتعاون مع وزارة المالية وبالنظر إلى ما تحتاجه الهيئة العامة للآثار والتراث لدينا في وزارة الثقافة. نقولها بأسف بالغ بأن تراجع الدراسة في هذه الأقسام على مستوى القبول، يعني القبول يصل حتى إلى معدل 50 في أقسام علمية تعد هي من الدراسات الأولى عالميا، ونلحظ في الجامعات الأجنبية الغربية اهتمام الباحثين ومراكز البحث والكليات الآثارية بهذا النوع من الدراسات، على الرغم من أن الدارسين فيها هم من الأجانب الذين لا تربطهم أي علاقة ببلداننا ذات الصبغة التاريخية. وهنا السؤال، ليش الأجنبي يهتم بمجال التنقيب والبحث وكشف هذه الحضارة تسليط الضوء عليها، وليش إحنا أهل الحضارة نبتعد عن هذه المجال؟ يعني هذا فيه مجموعة من الإجابات. نحن حقيقة في الواقع أنه الموضوع الغياب العناية بالملف الآثاري منذ سنين طويلة أدى بنا إلى قلة المتاحف، عدم العناية بالمواقع الآثارية. اليوم هذه المواقع التي تشهد تحدياً كبيراً، وفي هذا الموضوع أشير إلى ما لقي هذا الملف من عناية من البرنامج الحكومي لدولة رئيس الوزراء الأستاذ محمد الشيع السوداني، واهتمام أيضا من السيد الوزير الأستاذ الدكتور أحمد البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار، ومتابعة الهيئة العامة للآثار والتراث. مواقعنا تشكو من قلة الحماية بالمستوى المطلوب، وبالأصل هناك تراجع منذ سنين طويلة. أنا أعلم شخصيا منذ تسعينيات القرن المنصرم هناك كليات أغلقت أقسام الآثار لعدم وجود فرصة للخريجين في التعيين. أستاذ أحمد، اليوم إحنا جانب السياحة خاصة من الأجانب يريد يجي يزور العراق ويتعرف على أبرز المعالم، طيب ما هذا المجال ممكن يدر أرباح مالية ضخمة لخزينة الدولة. اليوم الدولة ليش ما مهتمة بهذا الموضوع؟ وكوزارة الثقافة هل فاتحتم الحكومة بهذا المجال؟ يعني لأكثر من مرة وعلى صعيد السنوات السابقة هناك مخاطبات مستمرة من وزارة الثقافة والسياحة والآثار إلى الوزارات ذات العلاقة لتوفير فرص التعيين للطلبة من خريجي كليات الآثار أو أقسام الآثار في الكليات المناظرة. هذا الموضوع إلى الآن هو موضوع مطروح وبشدة، ونخشى الحقيقة من اندثار هذا النوع من الدراسات بعدم وجود فرص العمل، ولا أقول فرص التعيين، دعيني أكون أكثر دقة، أقول فرص العمل. اليوم العالم فيه متاحف حكومية ومتاحف أهلية، متاحف تعتمد على الاقتصاد المعرفي، على المشاريع الخاصة، متاحف موجودة في كل العالم. فاقتصاد المعرفة واقتصاد العمل لسوق الآثار هذا مرة يرتبط بالجانب الحكومي، ومرة يرتبط أيضا بالمشاريع الخاصة مثل ما تفضلتي قبل قليل. السياحة مرة تكون سياحة تتبناها الحكومة ومرة تتبناها الشركات. لحد الآن قطاع السياحة الأثرية قطاع ما زال في بدايته. لحد الآن الوفود تصل بشكل يسير إلى العراق. نعم إذا توافرت كل الظروف لقدوم السائحين فعندئذ يمكن أن نقول شنو أبرز التحديات اليوم اللي تواجهوها حتى إحنا ما نستقطب السياح الأجانب؟ والله التحديات كثيرة. تعرفين هناك انطباع موجود لدى دول العالم منذ سنوات، الجانب الأمني هو الجانب الأساس في توفير صورة سياحية مستقرة عن العراق. هذا الجانب الأول، وهذا يحتاج إلى جهد بلا شك، إلى جهد كبير لتحسين هذه الصورة ولتغيير الصورة السابقة التي تشكلت بفعل التحديات التي وقعت على العراق من سنوات الإرهاب والضغط على البلد من جهات متطرفة. هذا أولا. الجانب الثاني هو لابد من توفير البنية اللازمة لورود أو قدوم السائحين إلى العراق على مستوى المطارات، على مستوى السكك الحديد، على مستوى الشوارع، على مستوى الفنادق. هذه البنية اللي هي البنية السياحية لابد أن تنمو وأن تظهر وأن تكون معلومة ومعروفة لكل السائحين المتوجهين للعراق. وزارة الثقافة ليش مسوي شراكات بين الجامعات والمؤسسات الخاصة اللي حضرتك أنت تفضلت هسه بيها لتوفير فرص عملية، لتوفير فرص تدريبية للطلاب الخريجين في هذه، حتى
يعني نحد من هذا التقليص أو من إلغاء فكرة أنه طالب يروح مثلا لكلية الآثار؟ يعني التدريب موجود، وحتى الموظفين لدينا اليوم هم يدربون في يعني دورات داخل العراق وخارج العراق. الموظفين في الهيئة العامة للآثار يصل إلى أكثر من 6000 موظف اليوم في كل أنحاء العراق. لدينا مفتشيات آثار في المحافظات العراقية، ولدينا متاحف تدار أيضا من الخريجين، لدينا بعثات التنقيب التي يشارك فيها هؤلاء الخريجون. والأصل في هذا الموضوع يعني لا يعالج بأن نوفر فرصة لتدريب، نحن نريد أن نعيد لدراسات الآثار قيمتها، لابد أن تكون فرص التعيين فرص واضحة ومتوافرة وبرواتب جيدة حتى نجذب طلبة الدراسة إلى دراسة هذا النوع من التخصص، يعلمون أنه إذا تخرج راح يحصل فرصة وبراتب جيد وبمعدل تنافسي عالي، لا أن يذهب إلى هذه الكلية بمعدل 50. وهسه هو السؤال ما تتفضل به يا مطالب، لكن الواقع يتحدث أنه أكو فكرة لإلغاء وتقليص هذه الكليات لهذا القسم تمام، الناوين يلغوه. زين إحنا بعد عشرات السنين، بعد 10 سنوات يعني إحنا ما عندنا أحد راح ينقب. يعني لا أعتقد أن الكليات الحكومية هي في هذا الطريق، لا، الكليات الحكومية اليوم يعني مستمرة في يعني إدامة الدراسة في هذه الأقسام أو في هذه الكليات، بل افتتحت في جامعة الكوفة كلية خاصة بالآثار، وهذه الكلية كلية مستحدثة وفيها أقسام جديدة وهي تبشر بالخير إن شاء الله. ولكن يبقى الموضوع عالق بتوفير فرص العمل وفرص العمل الكريمة التي تغني الخريج إذا اشتغل في هذا النوع من الأعمال، وهي أعمال ليست سهلة وأعمال متعبة. اليوم تلاحظون أجواءنا، في هذه الأجواء البعثات التنقيبية تعمل في المناطق القصية، المناطق البعيدة، في الأراضي المفتوحة، وبجهد يعني يكاد يكون جهدا استثنائيا وصعبا. ولكن اليوم المشكلة كما تفضلت أكو عزوف من قبل الطلاب على الذهاب، يقول لك أنا شنو مستقبل، يعني مدى يشوف أكو ملامح للمستقبل. ومع دوركم أنتم كوزارة الثقافة والجهات المعنية ماكو فت خطة موضوعة حتى الطالب أو حتى المتلقي يفهم شنو خطة وزارة الثقافة أو الجهات المرتبطة بوزارة الثقافة. خطة الوزارة، الوزارة نحن نستقبل الخريجين من بعد أن تتوافر لهم الفرصة، يعني لسنا الجهة المسؤولة عن توفير فرص التعيين، هذه نقطة أساسية. نحن في الهيئة العامة للآثار والتراث وعبر دوائرنا السبعة، ولا سيما دائرة التحريات والتنقيبات اللي ترتبط بها المفتشيات في المحافظات، نحن نستقبل الخريجين من بعد أن توفر لنا الدرجات الوظيفية. احنا ما عندنا صلاحية في أن نوفر درجات. هل ظلمت وزارة الثقافة بالدرجات الوظيفية؟ بلا شك يعني وزارة الثقافة والسياحة والآثار يعني بها حاجة إلى تخصصات متعددة ومتنوعة في قطاع الثقافة وفي قطاع السياحة وكذلك في قطاع الآثار. ونعتقد أن اليوم هناك يعني قلة كادر، ولا سيما الكادر المتخصص في هذه المجالات الثلاثة، ومجال الآثار تحديدا بنا حاجة أساسية وحقيقية ومتصاعدة. ما دمنا اليوم مع برنامج حكومي يؤكد على حماية المواقع الآثارية ويعنى بالمواقع الآثارية، وقبل مدة كان هناك لقاء لدولة رئيس الوزراء مع مجموعة من القيادات الأمنية مع السيد رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث، واستمعوا إلى تقرير مفصل حول المواقع الآثارية، حول المتاحف، وحاجة الآثار في العراق إلى المزيد من العناية وإلى المزيد من التعاون في هذا المجال. الإهمال في الحماية على الآثار العراقية إلى أي مدى ساهم في ضياع جزء كبير من هذه الآثار؟ يعني اليوم الحمد لله ما عندنا ضياع بسبب هذا النوع من يعني الحماية متوافرة، ولكنها شحيحة. يعني أنا أكون صريح، المواقع كثيرة وتحتاج إلى عناصر من الشرطة الآثارية، هناك مديرية خاصة اسمها الشرطة الآثارية، تحتاج إلى أعداد كبيرة لنتمكن من حماية هذه المواقع المنتشرة في الأرض العراقية بشكل كبير. فضلا عن العنصر البشري، المواقع تحتاج إلى حماية على مستوى الأجهزة الإلكترونية الخاصة بالحماية المستعملة والمعتمدة في عدد من البلدان، ولا سيما على مستوى الإدارات الحدودية. نقدر نسوي توأمة بين القطاع العام والقطاع الخاص للنهوض بهذا الواقع؟ والله
فكرة طيبة في أن يعني تكون هناك فرصة للقطاع الخاص بممكن إنشاء متاحف أو بتوفير الأجواء اللازمة للسياحة الآثارية. تعرفون أن هذا الموضوع يحتاج إلى رؤوس أموال، يحتاج إلى عناية من المتخصصين، هو ليس عملا وظيفيا بحتا يمكن للهيئة أو للوزارة أن تؤديه. نحن نوفر التشريعات والقوانين والتسهيلات اللازمة، ونأمل من كل الشركات أن تطلق مشاريعها وبرامجها لخدمة هذا الملف. بصراحة أستاذ أحمد، اليوم نشوف أكو تبدل في وعي العراقيين، يعني يقول لك أنا أروح لمسرح أو أروح مثلا لسينما أفضل مما أروح لمتحف، شنو فائدة المتحف؟ والله زين إذا راح للسينما وزين إذا راح إلى المسرح، يعني إحنا كل هذه المواقع هي مواقع مرتبطة بصناعة الوعي، بصناعة الذوق، بصناعة الجمال، بصناعة التنوير. إذا راح إلى المسرح واصطحب عائلته فسيجد هناك عروض محترمة ومفيدة ومؤثرة، وإذا اصطحبهم أيضا إلى المتحف فذلك عمل جبار. إحنا وفرنا للعوائل العراقية الكريمة وحتى للأجانب فتح المتحف حتى في يوم الجمعة من الساعة 9 إلى الساعة 5، وفي كثير من المناسبات نوفر الدخول مجانا وهو أيضا بمبالغ بسيطة. فأينما حلت خطى العراقي مع عائلته أو بنفسه فذلك مكسب لنا في الوزارة ومكسب للبلد. طيب كم متحف في بغداد؟ يعني اليوم أنا إذا أردت أروح أزور متحف في بغداد كم متحف؟ أنا أعرف المتحف البلعلاوي بصراحة، المتحف الوطني، هذا المتحف الوطني اللي هو يضم يعني مئات العروض المهمة، ولدينا متحف للزعيم عبد الكريم قاسم، ولدينا المتحف البغدادي، وعندنا أيضا متحف شبكة الإعلام العراقي. نعم. وفي كل المحافظات تقريبا اليوم بدأت تظهر المتاحف، في الناصرية متحف، في الأنبار قريبا يفتتح متحف، متحف الموصل بدأ إن شاء الله، في البصرة متحف، هذه في السماوة أيضا هناك متحف. فدائما هذه المتاحف هي يعني مقصد لمن يريد أن يتعرف على الحضارة العراقية وأن يتعلم، وكذلك هي إن شاء الله تكون أيضا محل لعمل الخريجين. أكو وعي اليوم للإقبال على هذه المتاحف؟ بلا شك هناك اهتمام، حضور من الأهالي، من الناس، من طلبة الجامعات. نعم. وحتى السفرات المدرسية اللي تصل إلينا من المدارس الابتدائية. شكرا جزيلا للأستاذ أحمد العلاية والمتحدث باسم وزارة الثقافة، نورتنا، حياك الله في حصاد اليوم، شكرا جزيلا. إذن ختام حصادنا بموجز يلخص أبرز أخبارنا المحلية لهذا اليوم. المؤمنون يحيون زيارة عيد الغدير الأغر عند مرقد أمير المؤمنين عليه السلام بالنجف الأشرف. رئيس المجلس الأعلى الإسلامي الشيخ همام حمودي يبارك بمناسبة عيد الغدير ويؤكد بأنها مناسبة لاستلهام قيم المحبة والتكافل والاقتداء بنهج أمير المؤمنين عليه السلام. رئيس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد في مناسبة عيد الغدير أن قيم الحق والعدل الاجتماعي والمساواة للإمام علي عليه السلام ستكون نهجا للحكومة. وزارة الداخلية تفتتح مشروع مبنى البطاقة الوطنية والجواز الإلكتروني في محافظة النجف الأشرف. صندوق الضمان الصحي يعلن استكمال إجراءات التعاقد مع القطاع الخاص. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وتصبحون على خير.